إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم. بث مباشر هنا من مدينة الدار البيضاء، يحضر معنا الإطار الوطني وكذلك نجم فريق الرجاء الرياضي مصطفى حداوي للحديث أكثر حول نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية ما بين فريق الرجاء الرياضي وكذلك شبيبات القبائل، حضور الرجاء في هذا النهائي وكذلك غياب أحد نجوم فريق الرجاء الرياضي في الآونة الأخيرة محسن متولي. سي مصطفى مرحبا بك على قناة شوف. أهلا وسهلا، شكرا. السيناريو كيفاش كتقرا المقابله النهائيه ما بين فريق الرجاء الرياضي وشبيبات القبائل بخصوص النتائج الاخيره ديال فريق الرجاء الرياضي وكذلك نتائج ديال الشباب؟ واولا باش نعطيو لدي حقين حقه، ففريق الرجاء البيضاوي رغم النتائج اللي كانت غير مرضيه، لا الانهزام ضد برشيد، لا في الديربي ضد الغريم الوداد، تيبقى فريق الرجاء فريق كبير، فريق عالمي، وتيكبر في المناسبات الكبيرة، فتنشوف بأن الحظوظ ديالو وافرة جدا، وعنده خبرة كبيرة في هاد اللقاءات ديال التتويج ديال الكؤوس، تيكون واجد فيها بمعنى الكلمة، لا باللعب الجماعي ديالو ولا كذلك الفردي، والتقنية العالية ديال فريق الرجاء البيضاوي. عندنا الثقة الكاملة في المجموعة اللي موجودة، هذا نهائي ما فيش ذهاب وإياب، في بلد محايدة للفريقين بجوج، خاص ولازم كذلك خاص يكون حذر، رغم أن الرجاء على الورق تيتفوق كثير على فريق شبيبات القبائل، ولكن تتكون ندية بين هاد الفرق المغاربية دائما. تنتمنى ان شاء الله بان اللاعبين يكونوا موجودين في اليوم ديال المباراه ذهنيا، خاصه ينساو المباراه اللي دازو، فموسم كان موفق الفريق الرجاء رغم المشاكل الماديه، المشاكل اللي وقع فيها الفريق باكمله، فدائما تيكون في المواعيد. اكيد سي مصطفى، كيفاش كيكونوا تيتلعبوا هاد النهائيات والكواليس ديال هاد النهائيات؟ وكل لاعب كيفاش يوجد المباراة من هذا المستوى، كاين اللي تيركز كثير نفسانيا لوحده قبل ما يكون استعداد الجماعي بالتوجيهات ديال الطاقم التقني وعلى راسهم المدرب، كاين لاعبين عندهم خبرة حتى هما تيفيدوا اللاعبين الشباب او اللاعبين اللي عاد التحقوا بفريق الرجاء وما كانوش لعبوا شي مواعيد من هذا المستوى هذا، فتيكون واحد العمل كبير ديال الطاقم التقني الطبي وكذلك المكتب المسير، لان لازم التحفيز لازم انه يكونوا بالجانب ديالهم، وما نساوش السند الكبير والكبير هو الجمهور الرجاوي العالمي اللي في العالم كله اللي تساند الفريق عن بعد او عن قرب في الازمه وفي الفرحه في التتويجات، فعندنا ثقه كامله كما قلت، فلازم ان اللاعبين يركزوا كثير، الخصم ديالهم تاور عنده تجربه، ولكن المستوى ديال فريق الرجاء البيضاوي تيخول لي بانه المباراه تكون في المنتهى الاول ديالو، ولكن خاص من الدقيقه الاولى حتى الاخيره يبقاو مركزين، لا في الدفاع لا الوسط لا الهجوم، يكون هاد الخطوط كلها متقاربه جدا، ويلعبوا اللعب ديالهم، التمريرات القصيره، طلبات الكره على ظهر اللاعبين، التقنيات العاليه اللي تنعرفوها على فريق الرجاء، ويكون واحد التشجيع من جميع اللاعبين لبعضياتهم، لان هاد الوقت هادي الجماهير دائما موجوده فين ما شات، راه غادي يسمعوا الرجاء ديما ديما رجاء، دوك الاغاني التحفيزيه اللي ولا كل شيء العالم تيغنيها وتيتكلم عليها، فهذا الشيء ما خافيش على علينا من التوهج والتشجيعات والمسانده الكبيره ديال الجمهور الرجاوي المعروف بهذا الشيء اللي تيقدموا لفريق الرجاء، لا في النكسات لا في الفرح، لان الفرقه ملي تتبغيها فتترضي عليها باش ما كان، تتحاول تحفز، ما يكونش شي حاجه اللي تضر اللاعبين، لان احنا محتاجين الجميع باش يكون في هذاك اليوم، لان اللي غيتوج فهو فريق الرجاء، الاسماء تدوز، توجات من قبل، مسيرين مشاو، لاعبين مشاو، اسماء كبيره، ديليجوند دازوا في هذا الفريق، ولكن دائما تنشوفوا الفريق الحالي، المسيرين الحاليين، فخص كل شيء يقوم بالدور ديالو كما تيتقام منذ سنين. اكيد مباراه عندها خصوصيه اكثر، اننا كنهضروا على ديربي مغاربي، كنعرفوا ان الديربيات ما بين جارتين المغرب والجزائر ما
تكون عنده واحد الطابع ابعد من ما هو ريال. وفعلا لان كاين اشياء كثيره لا داعي للكلام عليها، تتبقى الرياضه كره القدم الفريق اللي غادي يكون مستعد ذهنيا تقنيا تكتيكيا من الناحيه القتاليه من المجهودات اللي خصها تكرر في كل لحظات ديال المباراه، الدفاع بالجماعه، الهجوم مسانده، الحذر في الدفاع، ما يخليوش ثغرات، والتحكيم ما يتكلموش مع الحكم، تنعرفوا التحكيم لان دائما تيكون فيه اشياء اللي تضر ورا تضر حتى الفريق الاخر، ولكن ما خصناش ندخلوا في الضغط ونساو المباراه في بعض اللحظات بالنرفزه مع الحكم لانه ما عطاناش الحق ديالنا، ولكن احسن جواب عليه هو تسجيل الاهداف، هو انه الفريق ديالنا يقوم بواحد مباراه كبيره اللي تخليه في المستوى اللي معروف عليه عالميا، وان شاء الله كما قلت فهذه مباراه نهائيه، فهو تنقولوا حياه او موت، لان غتوج بواحد الكاس اللي متوجين بها اللي غتزاد في الخزينه ديالنا غتغنيها من جديد، ومستقبل الرجاء لا خوف عليه دائما. نتمنى ان شاء الله بان هذا الرجاء العالمي تيمثل المغرب، راه دائما تيكون الدعوات من طرف جميع المغاربه، وخاصه في هذا الديربي اللي تكلمتي في الاول وعطيتي واحد النقطه اللي مهمه بانه من غير كره القدم فهذاك المغرب الجزائر، نتمنى بان فريق الرجاء يتوج ويفرح الشعب المغربي. من بين الخصوصيات كذلك ديال الديربي ان شاء الله حال تتوج فريق الرجاء الرياضي فيكون ابن سي مصطفى الحداوي امير الحداوي متوج باللقب، واش اتصلتي به واش تنتهيتي على لا قدر الله تابيه حتى هو يشارك معنا؟ وامير غادي في المسيره ديالو ودائما تنتكلم معاه باش يصبر يعمل يكمل في العمل ديالو بانضباط باحترام باحترافيه، وكل شيء تيشيد به في النادي، لا مسيرين لا لاعبين لا المدربين اللي معاه دابا ولا دوك اللي داز عندهم في الفئات كلهم الصغرى، لان راه تعرف امير بدا على سن 5 سنوات في مدرسه ديال فريق الرجاء بحال الاب ديالو. تنتمنى ان شاء الله، انا تكلمت معاه وملي مشى لتمايا وتنشجعوا، كذلك حتى لاعبين اخرين اللي عندي معاهم اتصال نصيفط لهم بعض الرسائل يقراوها ديال التشجيع ديال باش نساندوهم بقوه، لان ذاك العائله ديالنا ولازم بان يكون التتويج ان شاء الله وتكون فرحه كبيره. وهو بالنسبه لي راه ولد الفريق، راه حتى هو راه تيفرح حتى هو تيتقلق ملي تكون الهزيمه، تنحاول نعطيه من التجربه ديالي المسيره اللي دوزتها، ولكن الاختيار تتبقى للمدرب، تنقول له صبر المكانه ديالك، كاين واحد الحارس اللي هو عملاق واللي تنعزو بزاف اللي هو انس زنيتي اللي تيرشدو وتينصحو وبينه وبينه علاقه مزيانه، تنقول له شوف المكان ديالك لا غادي يجي غادي تلعب، هذاك تيبقى الخيار ديال المدرب، ما يكونش الحسد ما يكونش هذاك الشيء، ما كاينش في كره القدم نهار غتجي اللحظه ديالك، وكنت نتمناها تكون في الزمالك لان كاع اللاعبين توشاو بالكوفيد الا امير، وحنا موجودين في هذا الفندق هذا اللي في الدار البيضاء هو اللي كانوا يوجدوا فيهم مشاو، كان اللاعبين كلهم تقاسوا من غير امير. و انا زنيتي ملي دار الفحص ديالو اختبار مازال كان فيه الكوفيد، بواميره اللي كان حتى هو مريض قبل من الذهاب اخر لحظه، انا كنت نتمنى بان امير اللي كان خصو يلعب لان كان مستعد بدنيا، وانا تكلمت مع السلامي على هاد الحوايج قلت ليه هذاك الباب فتحوا لي ربي في هذيك المباراه، لان ما كاينش اللي غيعاتبك، الفريق كله ما كانش يتمرن، كلهم اللاعبين كانوا باركين ما تيترنوش لان كانوا مرض، من غير امير كان واجد كان يعطيه الفرصه ديالو يمكن يكون هو في مباراه كبيره واخا تسجل ليه شي اهداف لان اول مره لعب عطاه واحد الفرصه ديالو، للاسف كان العكس وانا بقيت بقى فيا الحال بزاف، وامير تا هو تاثر به كثير، ولكن ذهنيا تنوجدو وتنتكلم معاه تسد عليك هذاك السيد الباب ربي يحلك بيبان كثار، لان كانت هذيك الفرصه ديالو، لان ما عمره لعب شي مباراه مباراه رسميه مع الرجاء، تيلعب مباراه تحبيه تيبين على انه في المستوى، فريق الرجاء كبير، هو كما قلت كاين زنيتي تيستحق الرقم واحد كحارس رسمي، وبوعميره وناس امير خصهم يتقاتلوا هذاك المكان، لان اللي تيكون فيهم احسن هو اللي يكون في بنك الاحتياط، وكما قلت لك هذه العتاب اللي عاتبت به السلامي وكلمته عليه وما كانش دار. اكيد ما نقولوش النقطه السوداء
ان عطاوها لون اخر نقطه زرقاء غياب ديال محسن المتولي اللي بصراحه الجماهير الرجاوي متاسفاش على الغياب ديالو اكثر من الاسفاس انه يكون حاضر في التتويج. وبالنسبة لي أنا كنت مسؤول أو مدرب اللي مكلف بفريق الرجاء في هذه المباراة هذه متولي رغم تيقولوا له انضباط يكون هذه عنده خبرة عنده تجربة رغم أنه ما يدخلش في المباراة من الأول يدخل في الشوط الثاني أو من بعد دوز واحد ربع ساعة يدخل في ديك 60 دقيقة الأخيرة دائما تيعطي الفرق عنده تمريرات حاسمة الخبرة ديالو كانت تفيد أكثر ولا كان شي مشكل ديال انضباط تسالي هذه المباراة حنا محتاجين كاع الرجال ديال فريق الرجاء في هذيك المباراه لا ما نساوش لا كان دار خطا متولي يلعب في الرجاء من الصغار ديالو واحترف ورجع الفريق ديالو الام وعطى الفريق كما الرجاء راه عطاتو تنقولوا راه الرجاء دارت سميات الرجاء دارت حتى اللعابه تاهما راه لعبوا وانطابطوا وعطاو فهاد الشيء تيبقى دائما شيء اللي عطيتي للرجاء راه غادي تعطيك لما لعبتيش لما قمتيش بالواجب ما كنتيش منضبط محترف العمل ديالك فما تطولش ومتولي بالخبره ديالو فاللاعبين اللي تيلعبوا في الهجوم عندنا مالونغو ولا الرحيمي راه تتشوفهم في هذه الاونه الاخيره ما كاينش مموين ديال التمريرات الحاسمه رغم انه تيبقاو يطلبوا كرات كثيره في العمق تيطلبوها وراء ظهر اللاعبين تيمشيو في الامام ولكن ما كاينش تمريرات حاسمه التمريره الاخيره باش يكونوا قريبين من التهديف والتسجيل فهذا هو اللي تاسف لان تنعرفوا بانه الحفيظي راه كان متوعد كان غائب فهذا كان تيخلينا ناقصين من ذاك اللاعب اللي تيدير الربط بين اللاعبين ديال وسط الميدان الدفاعي هذاك الشيء اللي لعبنا به مع الوداد لان كانوا ثلاثه ما كانش واحد مساند اللي يلعب القدام كنا نلعبوا غير جوج ديال الملاعبين لان كنا محتاجين ثلاثه نقط باش نرجعوا على الوداد الوغ ملي لعبوا ثلاثه وسط الميدان الدفاعي كان واحد الفراغ بين المهاجمين بجوج اللي بقاو تيجريو وبدلوا مجهود كثير وملي تجي الكره تيكون شيء من الارهاق العياء عدم التركيز في التهديف في القذف فهذه اشياء كثيره والمدرب هو اللي تيتحمل هذه المسؤوليه لان تيشوف بان كان بغى يلعب مع الوداد بهذاك الخطه اللي دار فانا تنشوف الغياب ديالو غياثر كثير كان علينا نخليو حتى يدوز المباراه لان نهائيه ومحتاجين ليه كما قلت لما بداش المباراه يدخل من بعد غادي يعطيك الاضافه كاين الحفيظي غادي يساندو حتى هو الا دخل معاه باش الامور ديال التمريرات الحاسمه والتهديف التركيز تضيع الوقت يعرف كيفاش يسير الامور التدبير ديالها بين الهجوم وكذلك الدفاع باش يكونوا عندنا الوسط الميدان والدفاع والهجوم كاين واحد لوليان اللي قريب جدا بيناتهم وهذاك الشيء اللي خلانا نلقاو واحد الصعوبات باش نسجلوا لا مع برشيد لا مع فريق الوداد البيضاوي تنتمنى بان فريق الرجاء يتوج يفوز بالكاس ولكن تنتمنى بان الوجود ديال رغم انه ما يلعبش يكون حاضر حتى اللاعبين الثانيين لا سند ورفلي لا السعداوي كان عليهم على الاقل يكونوا مع الفريق لا فعلا انا كنكون للجميع لان تنوح في الهجوم رغم ان تيقولوا تيضيع اهداف ولكن راه تيطلب الكره ما عندوش ما ساعدوش الحظ ما يمكن ما تاقلمش مازال مع اللعب ديال الرجاء ولكن راه عندك جوج مهاجمين ملي تيكون واحد فيهم غائب او لا ما كانش في المستوى تتقدر واحد دخل مهاجم حنا دابا عندنا الهبطي راجع من تنقولوا راه مهاجم رغم انه كان تيلعب رقم 10 فكاع الفئات ديال الصغرى ديال فريق الرجاء هو راجع حتى هو من توعك غادي يلعب واش غيكون 90% واش غيلعب من الاول واش غادي يشد هذاك الايقاع لان هذا مستوى عالي هذه نهايه فتنتمناو بانه يكون الحظ بالجانب ديال فريق الرجاء البيضاوي هذه اشياء قلنا يمكن كانت تزيد بالافاده على الفريق بالوجود ديال هادو كلهم وخاصة كما تكلمت عليه محسن متولي لان عطى الفريق ودائما كان قايم بالدور ديالو دار بعض الاشياء اللي هما تيقولوا داكشي غض النظر على الاشياء عندنا مباراه خصنا حنا مش محتاجين نجمع الرجال نتمنى ان شاء الله يكون التتويج ديالنا وكما قلت راه مربوحه ان شاء الله اكيد نختموا بواحد الرساله للاعبين الشباب يعني لاول مره يعني كنعرفوا ان بعد الالتحاق ديالهم الفريق الاول لعبوا بدون جماهير غادي يكون تقريبا واحد 5000 مناصر رجاوي غادي يشجعوا اللاعبين رسالتك للشباب لاول مره يلعبوا امام جماهير
والرساله راه ما عارفين على اغلب الشباب راه يلعبوا في الديربيات مع الرجاء والوداد، كانت يكون الجمهور ديال الفريقين تيجي يحضر في الفئات ديال الصغرى. للاسف ما لعبوش شي مباراه يعيشوها في دونور تيدور عامر كله بالجمهور، تشجيعات ومسانده والاغاني والاناشيد اللي تتحفز كثير اللاعبين ديالنا. فدابا الوجود ديال هاد الجماهير اللي مشات وباش تساند تنهنيهم وتنشكرهم على الدور اللي تيقوموا به، ويكون سند كبير للشباب ديالنا هنا في المباراه ديال البيراميد. راك تحاضر في الملعب وكنت نطلب الله سبحانه وتعالى، وقلت لهم اللي هوت في العشب من بعد الانتصار عنقت لا مذكور لا اللاعبين كاع الشباب اللي تنقول لهم راك تندعي معاكم انتوما باش تسجلوا باش ما تقيدش عليكم وتكون واحد العائق في المسيره ديالكم الرياضيه. والحمد لله راه سجلتوا اهداف، فهذاك راه سند كبير. والان تنشوف بانهم ان شاء الله يكون الخير ويعرفوا بان راه الجماهير اللي غاديه تكون ولا الجماهير العالميه ديال فريق الرجاء راه مساندينهم، هما لاعبين ديال فريق الرجاء من الفئات الصغرى ولا اللاعبين اللي جاوا الرجاء السنه اللي فاتت ولا اللي من قبل، فكنا تنشجعوهم وتنساندوهم. وان شاء الله نتمنوا بان داك الكاس تجي والخزينه ديال فريق الرجاء وتفرح الشعب الرجاوي وكذلك الشعب المغربي لا في المغرب ولا خارج المغرب. شكرا سي بارك الله عليك.